اليوم تم الحفل ديال التوقيع في المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدورة ديال 27 بمدينة الرباط. هذا الكتاب اللي العنوان ديالو قوانين الإعلام بالمغرب من مدونة الصحافة والنشر إلى أخلاقيات المهنة، هو كتاب عبارة عن دليل يفيد الصحفي في الصحافة الورقية ولا في الإلكترونية. طبعا هذا الكتاب هو جزء أول من سلسلة إصداراتهم قوانين الإعلام بالمغرب، يوثق من مدونة الصحافة والنشر بقوانينها الثلاث، يعني قانون الصحافة والنشر، النظام الأساسي الصحفي المهنيين، ومجلس الوطني للصحافة، إضافة إلى ما يتعلق بأخلاقيات المهنة، لأن هذه المهنة ديال الإعلام تؤطرها أخلاقيات وفق قرار صدر لأول مرة في تاريخ الصحافة المغرب. وهذا يستلزم أيضا أن نفكر بعد صدور هذه المدونة منذ 2016 إلى اليوم، يعني حوالي 6 سنوات، أن نفكر ونقيم ونقوم اعوجاجات هذا القطاع اللي مرات الجائحة ديال كورونا وبينت بأنه كاين مجموعة ديال الأعطاب في الدعم ديالو، في الاستمرارية ديالو، في الديمومة ديالو، وبالتالي حاجتنا إلى أن تكون هناك صحافة مهنية، صحافة ذات مصداقية، صحافة مؤسساتية، صحافة متزنة، صحافة تنقل الخبر، صحافة تحلل، صحافة تهتم بالأجنة الصحفية الكبرى، لأن ما يطلبه اليوم المواطن وما ينبغي أن يكون ليس هو نقل الخبر فقط، وإنما الانتقال إلى بعد آخر، بعد التحقيق، بعد الروبورتاج، بعد التحليل وغيرها. نتمنى أن هذا الإصدار اللي هو لأول مرة في تاريخ الصحافة والنشر بالمغرب يوثق هذه القوانين هذو بعد ظهور أول مدونة الصحافة والنشر في تاريخ الصحافة والنشر بالمغرب. نتمنى أنه يفيد المهنيين في القطاع ديال الصحافة المكتوبة وفي الصحافة الإلكترونية، واللي غتجي محطات إن شاء الله وإصدارات أخرى اللي يمكن نقوموا فيها التجربة ديال الممارسة من خلال واحد التراكم اللي هو كمي ونوعي في هذا القطاع هذا.